ابعد من العالم السيء تعيش بسلام. العزلة أحيان تصبح مرحلة ممتعة. خاو القمر، خاو صوت النفس، خاو الظلام، لا تخاوي اللي رداه يرده المرجعة. إلا خوي تعده في حياتك حزام، اقطع جميع الخرايق بس لا تقطعه. والأخوية بين راس المرجلة والسنام، أما خوي للقسى ولا خوي منفعة. جامل على قد ما تقدر وعيش بنظام، الظلم لا تقبله والحق لا تمنعه. صنيعك بخير ولا شر على الدوام، ترى الله يرد لك جميع ما تصنعه. اختار كل شيء يرجع لك وحاول، مدام عقلك براسك ولا كل راي تمشي معه. إن جاك ضيق الصدر فالحر لا ضاق، حام ما غير غفران ربي في حياتك سعة. قالوا الخوي كيف، قلت اللي علومها إحشام، ولا حكوا فيك هرجم فيك ما يسمعه. قالوا الصبر كيف، قلت الصبر مثل الغمام، يا يحري بغيث ولا ميسته ترفعه. قالوا الغلا كيف، قلت أهم شيء الاهتمام، اترك فوقك انحب لا تمنعه. من معطيات التجارب باختصار الكلام، أنجح عقول الخلايق في الزمان أربعة: من فضل الصمت لا زادت هروجه الأنام، من ينثر الطيب لا شاف العرب تجمعه، ومن شاف زلة رفيقه في طريقه وشام، من بر في والدينه بره بينفعه.